افتتحت مدارس قضاء ضلوعية أبوابها في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024، وعبر مدير قسم تربية الضلوعية رياض حاتم عن سروره بتوافد الطلبة والتزامهم منذ اليوم الأول، متفائلا بعام دراسي متميز يليق بما حصدته المحافظة من نسب نجاح وتفوقات بالعام الماضي. أقدم أجمل التهاني والتبريكات إلى الكوادر التدريسية جميعا. اليوم باشر التلاميذ والطلبة في صباح باكر، وحسب التوجيهات التي تم إصدارها من وزارة التربية والمديرية العامة تم الإعاز إلى المدارس بالتوجيه بالدوام باكرا في الصباح، في صباح اليوم 11/1/23. اليوم تم رفعت علم، ولو هي احتمال يصير مبالغ بها، رفعت علم في أغلب مدارس الضلوعية 7.5، بادرة إيجابية واستعداد قوي ونشط، والحمد لله تم توزيع الإشراف وفرق الكشافة والنشاط الرياضي على أغلب المدارس، لأنه ما يقدر واحد يغطي مثلا رفعة علم وحدة على جميع مدارس الضلوعية. الحمد لله استعدادات قوية ونشطة، ونتمنى لطلبتنا الأعزاء كل التوفيق. نبارك لتلاميذنا اللي هم تقول ريحانة القلب واللي صف أول، ما شاء الله الملبس والعزيمة والاستعداد والاستعداد النفسي واستقبالهم بالمدارس حلو، يبشر بخير. ونبارك لطلبتنا اللي تخرجوا سادس ابتدائي، ثالث متوسط، سادس اعدادي بالتوفيق والموفقية إن شاء الله.